معنا عبر الهاتف الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري. سي محمد مرحبا. مرحبا بكل المستمعين وبالضيف الكريم، مرحبا. شكرا لك على قبول الدعوة وتخصيص وقت لتقديم بعض التوضيحات للأسئلة اللي ممكن نوجهها لك خلال هذا الحوار. إذا موعد 17 ديسمبر الانتخابات التشريعية يقتضي وجود نص تشريعي وإطار قانوني للمصادقة على الرزنامة. ضرورة التسريع، أنتم دعيتوا رئيس الدولة يوم إصدار النتائج النهائية إصدار المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية. هل بديتوا تقعدوا مع رئاسة الجمهورية لصياغة أو لبلورة أفكار حول المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية؟ شكرا. هو في الواقع بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللي انتهى من خلالها دور الهيئة في خصوص مسار الاستفتاء وبعد استكمال الشرط الشكلي المتمثل في ختم القانون ختم الدستور ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، هكا يدخل الدستور حيز النفاذ، بما يعني وكونه باش ندخل في مرحلة تكوين المؤسسات واللي هي أهم حاجة المجلس التشريعي. المجلس التشريعي نعرف كله أنه عندنا موعد معلن فقط، معناها ليس هناك سند قانوني رسمي لهذا الإعلان، بما يعني وأنه ضرورة يجب أن يكون هناك نص تشريعي باعتبار أن رئاسة الجمهورية هي الماسكة للسلطة التشريعية، يعني ضرورة إصدار مرسوم متعلق بالانتخابات التشريعية. واضح. هذا بطبيعة الحال يفترض للحفاظ على هذا الموعد التسريع، لأنه ما زالت المدة قصيرة باش نتفادوا حتى الضغط بتاع الوقت، حتى كما نشوفوا كله كما صار المسار نتاع الاستفتاء في ظرف شهرين وكان تحدي كبير. نحبوا هذه كلها نتجاوزوا كل الصعوبات اللي جات أمام الهيئة في خصوص هذا التنظيم. التسريع يقتضي بطبيعة الحال، نعرف كله أن الهيئة هي بالنص جهة استشارية، يجب على الجهة المعنية يجب أن تستشيرها في كل ما يتعلق بالمسارات الانتخابية. وهذا سؤال نشوفه كل حتى في الاستفتاء احنا كنا قدمنا عدة مقترحات ووقعت الاستجابة لها فيما يتعلق بالتسجيل الآلي، فيما يتعلق باستثناء الصفقات العمومية إلى آخره، هناك عدة نقاط وقعت الاستجابة لها في إطار التشاور. نفس الشيء يلزم يسير توا في القانون الانتخابي، حتى ثم جوانب تقنية فنية خاصة اللي الهيئة يلزمها تعطي رأيها فيها، وخاصة مثل تقسيم الدوائر الانتخابية باش احنا نعرف كيفاش نقسم ونعرف كيفاش السجل الانتخابي باش يكون. جاوبني على سؤالي أستاذ سي محمد تليلي المنصري، جاوبني على سؤالي اللي سألته لك من الأول، يعني هل رئيس الجمهورية بدأ معاكم على الأقل لقاءات تنسيقية في هذا الجانب؟ لا، ما زلت ما انطلقتش بصفة رسمية المشاورات في خصوص القانون الانتخابي إلى حد هذه الساعة. ما زلت هناك احنا مؤكد وانا باش نطلب يا اما يكون لقاء او باش نشوفوا حتى الشكل نتاع مقترحات اللي باش تقدمها الهيئه، على خاطر احنا توا في اطار التقييم العام. اللجنه موسعه صلب الهيئه، فيها مجلس الهيئه، اعضاء مجلس الهيئه، كل الاداره التنفيذيه في اطار تاع الاعداد لكل الخطوط العريضه هذه، ونامل ان بدايه من اول اسبوع باش تكون هناك طلب في خصوص اللقاء المتعلق بالقانون الانتخابي. به اذا اول الاسبوع باش يكون هناك طلب موجه نحو رئيس الجمهوريه، لانه الوقت ما عادش يسمح في الحقيقه. نحكيو تقنيا، الامور السياسيه ماهيش اختصاصي. تقنيا يوم 17 سبتمبر لازم رئيس الجمهوريه يصدر امر دعوه الناخبين في هذا الجانب، وشفنا يمكن من بين الاخطاء اللي صارت في عمليه مسار الاستفتاء ونحكي بالنسبه لهيئه الانتخابات هي ضيق الوقت. استاذ محمد تليلي المنصري ناطق باسم الهيئه العليا المستقله للانتخابات، ما نحبوش نعاودوا نشوفوا نفس الاخطاء تعودهم الهيئه. هذا مؤكد ضيق الوقت، على خاطر ان نعرف كل مسار انتخابي راهو يتطلب معناها مده زمنيه احنا متعودين ونقوموا بها من 6 إلى 8 أشهر. لكن ثم في الواقع ثم عده مكتسبات توا، لانه كما نعرف كلنا، نعطيك مثال الجانب التشريعي الجانب البشري مثال، احنا وصلنا تدبنا اكثر من 70,000 موجود على ذمتكم، هذا منتسب الى الهيئه على الاقل، هذاك موجود على ذمتكم وكبيره.
كيما الجانب اللوجستي كيف كيف، لكن تحديد الرزنامة المهم باش الناس تعرف الحملة وقتاش، باش الناس تعرف أهم حاجة الرزنامة. نعرف كله أنه الفترة الانتخابية اللي باش تكون فيها بعض الموانع لازم تنطلق نهار 14 سبتمبر، معناها الوقت ضيق يتطلب. إذا كان باش نحبوا نحافظوا على موعد نتاع 17 ديسمبر مازال نجم يكون قايم تقنيا وعمليا، لكن هذا يتطلب ضرورة التسريع بإصدار القانون الانتخابي باش الناس كلها تبدا محضره روحها في خصوص موعد 17 ديسمبر. تاريخ اصدار المرسوم متعلق بالانتخابات التشريعيه، يعني القانون الانتخابي، ما لازموش وقتاش يفوت محمد تليل المنصري باش الهيئه تكون حاضره وجاهزه، على الاقل ما تدخلوش في والله على الاقل على الاقل قبل انطلاق الموعد نتاع الفتره الانتخابيه قبل 17 سبتمبر لازم يكون القانون موجود، وباش النجم وهكا احنا نقوموا ببقية الاعمال متاعنا كل من نسوته كلها، راهي باش تكون ثم ترشحات، باش تكون ثم النزاعات متاع الترشحات، باش انتم تحضروا الرزنامة لازم نقولوا احنا 16 سبتمبر لازم نكون حاضر، مؤكد لازم نكون 16 سبتمبر حاضر باش احنا الرزنامة متاعنا تكون كذلك جاهزة وتكون قابلة للتنفيذ عمليا، يلزم ما نفوتوش موعد نتاع 17 سبتمبر. به فقط سؤال خارج هذا الإطار، نعرف اللي الهيئة العليا المستقلة الانتخابات ما لازمهاش تفوت 3 شهور في إصدار التقرير المالي متاحها فيما يتعلق بها الاستفتاء، ما عرفش تكلفة عملية الاستفتاء موجودة عندكم ولا لا في الوقت الحالي؟ شوف، هو بالإضافة إلى كل المسار الانتخابي الهيئة عندها جانب إداري ومالي آخر، احنا مش ليس فقط التقرير المالي، احنا توا بسبب اعداد التقرير المالي، تقرير النشاط، الميزانيه، المخطط العملياتي، واهم حاجه هو اللي نص عليه القانون ويجبرنا في ظرف 3 أشهر ان نعد تقرير متعلق، تقرير خاص بالاستفتاء، هكا تقرير المسار المتعلق بالاستفتاء. احنا بصدد استقبال كل التقارير نتاع هيئتنا الفرعيه في الداخل وفي الخارج ولجاننا المركزيه على مستوى الهيئه المركزيه بسبب التقييم العام واعداد هذا التقرير بكل تفاصيله اللوجستي والمالي والاداري وكل هذا باش يكون على ذمه العموم، واحنا مطالبين بالقانون نرفعوه لرئاسه الجمهوريه. قبل كانت الرئاسات الثلاثه مجلس النواب الشعب ورئاسه الحكومه ومجلس ورئاسه الجمهوريه، باش نرفعوه وباش يكون زاد في اطار ندوه صحفيه باش تلقوا فيه كل التعاليق وكل الاشكاليات اللي صارت مشكور. وكل الايجابيات في الموجودة في التقرير بتاع الاستفتاء، على خاطر فيما بعد نأخذ الرقابة نتاع محكمة المحاسبات بكل ما هو عنده جانب مالي ولا إداري. مشكور جدا، أنا ناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليزي محمد تليل المنصري، كنت معنا مباشرة وشكرا على هذه الإجابات. إذن